طبعا لازم نكون في شرم الشيخ. بالظبط كده زي ما انت قلتي. وكان في برضه امبارح حاجه مهمه جدا، وعقدت يعني قمه مصريه امريكيه في شرم الشيخ. ده كان بعد، خليني اقول لكم، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الامريكي جو بايدن، وده على هامش انعقاد اعمال القمه العالميه للمناخ كوب 27. السيد الرئيس رحب بزياره الرئيس بايدن لمصر، واكد سيادته على علاقات الشراكه الاستراتيجيه الممتده بين البلدين الصديقين ودورها المحوري في دعم الامن والاستقرار بمنطقه الشرق الاوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين، وده بشان مختلف الملفات السياسيه والامنيه وقضايا المنطقه، فضلا عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. كمان يعني هذا الرئيس بايدن ثمن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، وأكد على أن الولايات المتحدة بتعتبر مصر صديقا وحليفا قويا بتعول عليه في المنطقة، وأعرب عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الثقل السياسي اللي بتتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي وإسهامتها بقيادة السيد الرئيس في تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة. اللقاء كمان تطرق لمستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية الحثيثة والمحورية في هذا الإطار، بما فيها الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وبالمقابل أكد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل بيضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية. وخلونا نتابع مزيد من التفاصيل عن هذا اللقاء في التقرير. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ الرئيس الأمريكي جو بايدن والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ كوب 27. فخامة الرئيس، اسمح لي ارحب بيك اهلا وسهلا في مدينة شرم الشيخ، والوفد المرافق ليك اهلا وسهلا. واسمح لي اقول لك ان مناسبة عظيمة قوي ان احنا السنة دي بمر 100 سنة على العلاقات او تتشيل العلاقات المصرية الامريكية. واسمح لي بخامة الرئيس ان زيارتك لمدينة شرم الشيخ الحقيقة بتعكس قد ايه قوة العلاقات وقد ايه قوة الدفع اللي هتتحقق فيما يخص المؤتمر بمؤتمر المناخ. Your Excellency's visit to Sharm el-Sheikh is a real reflection of the strength of the relationship and will be a great momentum to this COP 27. فرصة بخامة الرئيس ان احنا ندي قوة دفع العلاقات الاستراتيجية من البلدين وجود فخامتك معانا هنا. This is also a great opportunity that we can boost the strategic relationship between our countries. امبارح كانت في فرصة رائعة جدا بلقائي مع السيدة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب والأعضاء، وتحدثنا كثيرا في موضوعات مختلفة، وده كان أمر رائع وجميل الحقيقة. Yesterday I had a great opportunity of meeting Madam Speaker, Honorable Nancy Pelosi, and several members of the US Congress. We talked about multiple issues. It was a great event. الحقيقة اسمح لي بخامة الرئيس، أنا شايف طبعا موجودة معانا الصحافة الأمريكية، ومهم قوي إن أو فرصة لينا إن احنا نتحدث لهم عن تطورات الأوضاع على الأقل اللي موجودة في مصر، وأنا عارف إنها محل اهتمام ليهم. I'd like to seize this opportunity of having US media with us to talk about the overall issues in the Middle East and how things are unfolding in this region. أولاً أنا عايز أأكد لكم العلاقة الاستراتيجية القوية بين مصر وبين الولايات المتحدة، والتي لم تتغير على مدى أكثر من 40 سنة. First of all, I'd like to emphasize the strength of the strategic relationship between Egypt and the United States that has not changed over 40 years. ودايما كان التفاهم المشترك في كل الموضوعات
اللي بتخص القضايا قضايا المنطقة كان دايما التوجه فيها توجه واحد. But there has always been common understanding regarding all the issues relating to this region. في موضوع دايما بيبقى دايما محل نقاش وده أمر احنا نقدره جدا هو اللي هو خاص بموضوعات حقوق الإنسان. But there is always a point that is the center of the debate that we appreciate very much, and this is the human rights. واسمحوا لي أقول لكم إن احنا يعني دائما في هذه الموضوعات بيبقى لينا مقاربه شامله اسمها مننا في مصر وارجو انك تتابعونا معاها لان احنا حريصين ايضا على هذا الموضوع وعلى التطوير انفسنا فيه. In this particular regard we have a comprehensive approach that I'd like you to listen and hear from us about it and to follow it up because we are very keen on improving this file. احنا اطلقنا استراتيجيه لحقوق الانسان في مصر. ثم أطلقنا مبادرة للحوار الوطني في إبريل من هذا العام. Then we launched another initiative for national dialogue. وكانت مصاحبة ليها لجنة للعفو الرئاسي تقوم بمتابعة القضايا المختلفة والقوائم اللي بيتم تقديمها بيتم يعني التوقيع والتصديق عليها. This was coincided with a committee for presidential amnesty. This is following up all of the relevant issues and all the lists that are suggested are being approved. مش من اللائق ان انا اتكلم كتير في حضرة فخامة الرئيس عشان اللقاء يعني ولكن عايز اطمنكم ان الامور في مصر تسير بشكل جيد جدا. I don't feel that this would be very much appropriate because all the time speaking while Your Excellency is here, but I just wanted to address in general. خط رئيس برحب بيك اهلا وسهلا. Environmental effort, and thank you for reminding us the urgency of this crisis. It is an urgent crisis, and we all have to do considerably more. Yes. And that's why we sent our best, Secretary Kerry. He's forgotten more about the environment than what we can do than most people know. And Egypt has been, by the way, key mediator. I appreciate what we're able to do with regard to Gaza, the strong counterterrorism partnership that we've established. In the face of Russia's war in Ukraine, Egypt has spoken up strongly to the United Nations, and that is appreciated very much as well. Today, we're also going to discuss a full range of bilateral issues, some of which you referenced. To preserving our strong defense partnership, to pursuing more integrated Middle East, and continuing our dialogue on human rights. And I'm glad to hear your commission. And I look forward to our conversation. You know, as we were saying, come walking down the hall. It's hard to believe, but it's been 100 years since it's been this long. Yes. So I hope by the end of the commemoration of this year, we can even say we're closer. فخامة الرئيس شكرا على الاستضافة. نحن نتشرف بحضور مؤتمر المناخ 27 ولا سيما في هذه المنطقة من العالم المعروفة بأم العالم بأكمله. ونعتقد أن هذا هو المكان المناسب لانعقاد هذه القمة. شكرا أيضا على تذكيرنا بالحاجة الملحة لمعالجة قضية المناخ. نحن ندرك أهمية هذا الموضوع ولدينا أفضل شخص متخصص في هذا الخصوص وهو الوزير كيري وهو الشخص الذي بعثناه لكي يتعامل مع هذه القضية. وطبعا نشكر مصر أيضا على دورها في أنها تلعب دور الوسيط فيما يتعلق بالوضع بغزة. وفيما نواجه هذه الحرب الروسية على أوكرانيا كانت مصر اتخذت موقفا رائعا بالنسبة لهذا هذه القضية وتحدثت بصوت عال ضد ما يجري.
طبعا اليوم لدينا كثير من القضايا المشتركة التي سوف نتحدث بشأنها، وسوف نستمر في حوارنا بشأن قضية حقوق الإنسان. طبعا كما كنا نتحدث في طريقنا إلى هذه الغرفة، من الصعب أن نصدق أنه قد مرت 100 عام على علاقات المشتركة والثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وأتمنى مع نهاية هذه الزيارة أن تكون علاقتنا أقوى وأن نكون أقرب من بعضنا البعض. وشكرا مرة أخرى على الاستضافة.